عايز يتجوز عليا خطيبته الاولانيه بعد ما اتطلقت ومعاها عيل، وانا عشت معاه 9 سنين مخلف مني 3، وكان في مشاكل بينا على طول وما كنتش مرتاحه معاه ولا هو مرتاح، كان عايش معاها بس كده. وخطيبته هي اللي في قلبه وما حبهاش، هي مش هينفع تتطلق عشان اهلها فقراء. وبيكلم الست التانية وقطع مع زوجته دي اللي هي صاحبة المشكلة بقاله أكتر من 9 شهور، ومش فارق معاه نتطلق أو لأ، بيقولي أهم حاجة عيالي ما يتبهدلوش وعاوزني أفضل أربيهم وهيعدل بينا ومش هيأثر مع أولاده. تفتكروا هو طول السنين دي كان بيحبها عشان كده أول ما اتطلقت جري عليها؟ مع العلم لما كانوا مخطوبين كان هو اللي بيحبها وتقدم لها كتير واترفض عشان هي ما كانتش بتحبه، وفضل عايش في فترة اكتئاب. كتير بنعشق ولا بنطول، وكتير مش عارف ايه ولا بنقول. هو ده. انا رأيي، اولا هي قالت في الرسالة ان هي كمان ما كانتش مبسوطة طول فترة الزواج، يعني هي عايشة معاه كده بتمشي حالها. طيب انت مش مبسوطة، واضح ان هو كمان مش مبسوط، وواضح ان هو بيحب واحدة تانية، وانت عارفة تاريخ الحب اللي كان ما بينهم. انا رأيي ان هم ينفصلوا في هدوء بين ناس متحضرة، يبقى الحضانة مشتركة ما بينكم انتوا الاتنين، يشوفوا باباهم، يبقوا عايشين معاكي انت لكن يشوفوا باباهم باحترام وبكل حاجة. انت ممكن تلاقي بعد كده حد تحبيه، انت تستحقي على فكرة انك انت تبقي عايشة حياة سعيدة، وانك انت تلاقي حد تحبيه ويحبك. ده رأيي، انت تبقي عايشة سعيدة وهو كمان يبقى عايش سعيد، بما انك انت كمان مش حباه ومش مبسوطة وانت ما كنتيش مرتاحة معاه اهي، وتقول ما بيننا مشاكل على طول وما كنتش مرتاحة معاه. ده رأيي، والله اعلى واعلم. اتفضل يا استاذ شريف. ايه؟ قول. ما هو هل هي الطلاق بالنسبة لها هتقدر؟ لانه نرجع نقول تاني يا جماعة، هي بتقول لا، يبقى تفضل. انا قلت هقول رأي مختلف. هي بتقول عشان اهلها فقراء، مش عيب على فكرة، عادي ظروفها. تفضل، لانه هو دلوقتي ماسك في التانية دي بايديه واسنانه علشان بقت افيلب، بقت متاحة خلاص، وهي ما بينساهاش والى اخره. هو على كلامه كراجل مسؤول واضح ان هو يهمه العيال، فبالتالي عشان يهمه العيال هيهمه امهم اللي هتاخد بالها منهم. والحاجة التانية هو بيقول ان هو هيعدل ولن تعدله، ده القرآن اللي بيقول، بس هو مع هذا هيحاول على عينه وعلى راسي يروح. طب هي فين بقى؟ يجوز هي فين؟ لا هي مش قادره. ما هي لو تقدر يا آية، هي تختار الظرف المناسب بالزبط ليها. بالظبط، هي ظروفها ما تسمحلهاش قادره تتطلقي، انها تبقى اللي قادره دلوقتي تتطلقي. مش قادره تتطلقي وحاليا هتفضلي على ذمته وده وضع يريحك، اعملي كده. هتربي العيال وتشوف حالها لحد ما تشوف اخرتها ايه. بيصعبوا عليا. عارفه السيناريو هيبقى ايه؟ انا فاهم، بس عارف السيناريو هيبقى ايه؟ هو غالبا لو هو وقع، لو نرجع للبنت التانيه او الست التانيه دي، هو كان بيحبها من طرف واحد وهو اللي بيجري وهو اللي بيعمل، خليه يتجوز. مش انت ماسك فيها؟ روح. هيسيبوا بعض. هي مش تبقى قابله ان هي عندها ضره، هتبيع وتشتري فيه لان هو اللي بيحبها مش هي اللي بتحبه. لا بس خد بالك دي متطلقه وعندها طفل، ف هتبيع وتشتري لا فيه. لا يا حبيبتي، الستات في ستات هتبيع وتشتري فيها. في ستات قادره عشان عارفه ان هي عليها ليها، وبعد ما يطلقها هي ممكن تسيبه على فكره عادي جدا، يعني في ستات قادره كده يعني. خليه يروح. مين بقى اللي قاعده؟ ام العيال اللي قاعده في البيت. سلام يا باشا. ستي بتقول رأيها. لا مش ستي، التجربة يا آية. لا لا التجربة. أنا معاك. أنا نفسي يا جماعة إن هي كمان توصل لمعادلة السعادة في حياتها. مش معقولة الإنسان يعيش ويموت تعيس. ما هو ده. فهي لازم السعادة مش بس بعلاقة حب ولا براجل ولا بيت، لا أنت دوري على إيه اللي يسعدك وإيه اللي يخليكي واحدة ست عندك كده إحساس إنك عايز تصحي تاني يوم الصبح وتعيش حياتك. يمكن هواية قديمة، ممكن تبقى شغلة، ممكن تبقي حاجه بتعمليها يعني. حسني حياتك القائمه، تركز مع نفسها. تركز مع نفسها صح. اللي بعده يلا دودو. على علاقه بشخص، ثانيه واحده، انت رايك انت يا ماذا اقول بعد كل ما قيل؟ انت رايك ايه؟ انا متفقه معاكم جدا. انا ما يعني صعبان عليا جدا، فهقول لها تركز مع نفسها. بين نارين. بالظبط، هي صعبان عليا بصراحه جدا في الحالتين، لانه احساس قاسي. حتى لو انا ما بحبش الراجل، هي ما كانتش بتحبه هي كمان، حتى لو برضه هو احساس قاسي جدا ان انا ابقى ملوي دراعي بالفلوس يا دينا، وان انا ما بقاش قادره اخد قرار الطلاق رغم ان الوضع مهين. العيال الاثنين خلي بالك، ثلاثه عندها ثلاثه. فهي اللي انتوا قلتوه يعني اللي انت قلتيه في الاخر ده هو الحل الايديال بالنسبه لي، انه هي تهتم بنفسها وتشوف شغفها في الحياه، وتبتدي بقى
يعني تعمل لنفسها حاجه تشتغل. تشتغل عايزه تعمل حاجه في حياتها تبدا سعيده يعني. اه بالظبط. ترمي طوبته تلاقي السعاده. خلي بالك خلي بالكوا يا جماعه، هي مش هتبقى سعيده في الناحيتين يعني، ولو هي معاه من غير زوجه تانية سعيده، ولا لما هيروح يتجوز هتبقى سعيده. ما فرقتش كتير يعني. فانت حاولي بقى انك انت تلاقي طريقه ثالثه، طريق ثالث يسعدك. دي مهمتك انت لنفسك، وده رايي.